يستضيف المسرح الروماني بالمنطقة التراثية في مدينة العلمين حفلاً لفرقة الأنفوش الموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة في إطار التعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ومن المقرر أن تقدم الفرقة بقيادة المايسترو هيثم مدحت باسيوني عدداً من أغاني وموسيقى الزمن الجميل. ويعد مهرجان العلمين الجديدة هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.